زمان يا شباب، يعني احمدوا ربنا انها موجوده دلوقتي بس مش شغاله. مش شغاله لان البلد دلوقتي بقى فيها فلوس تقدر تجيب الحاجات اللي سيوله في البلد. الجهاز ده من وقت النظام السابق، يعني من اثار النظام السابق. ده جهاز موجود يعني دي ثالث سنه الجهاز، ثالث سنه الجهاز. ايوه الحجاز دي يا شباب بالظبط، يعني بص ده القديم بتاعه اهو. فرق ايه ده عن ده؟ ولا حاجه، هو نفس الشكل نفس الميكانيزم. الفكره بقى ان انا اخلي التقليب اوتوماتيك الحاره، لكن نفس الفكره. فان شاء الله لما تتخرجوا ان شاء الله وتروحوا الشركات الكيميكالز او شركات البترول تلاقوا ليزن ان شاء الله. طيب تعالى بقى صفحه رقم 129 هتلاقي كاتب لك جهاز بيقيس حاجه اسمها كاربون ريزيد. ممكن اطلع في كاربون ريزيد بالعربي كده، الكربون المتبقي او المتخلف عن الحرق. الكربون المتبقي او المتخلف عن الحرق. اقرا برده معايا. لوبريكيتنج اويلز كونتين هاي برسنتج اوف كاربون ان كومبايند فور اون هيتنج. علم على الكلام زي ديكومبوز ديبوزيتنج ا سيرتن اماونت اوف كاربون. The deposition of such carbon in a machine is internal, particularly بالأخص يعني in internal combustion engines and air compressors. المهم أوي الجملة اللي جاية دي يا شباب، يقول لك good lubricant should deposit the least amount of carbon in. أهم جملة، دي أهم جملة. إيه معنى الجهاز؟ طبعا فين صفحة رقم 130. ثانية 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 بس ثانية واحدة. الجهاز ده اسمه ايه يا شباب؟ كون رادسون مكتوب تحت. كون رادسون ابو رادسون. بصوا معايا كده الجهاز اهو يا شباب، برضه جهاز جديد اهو. ده من ضمن الاجهزه برضه اللي ايه؟ حدثوا. بصوا كده معايا الجهاز ده بيشتغل ازاي؟ هو ايه فكره عمل الجهاز؟ ان انا بعين الكربون ريزيديو او الكربون المتبقي او متخلف عن الحرق. انت لما تيجي تحرق اي اويل اي وقود المفروض ما بتحرقش كله. بيتبقى كميه كربون بدون حرق، كربون متبقي. ها؟ المفروض لو كفاءه الوقود ده عاليه وكويسه يتحرق كله ولا يسيب كربون ريزيديو اكتر؟ يتحرق كله. المفروض ايه اللي يحصل؟ لو الكواليتي عاليه كميه الكربون ريزيديو اللي بتتبقى تبقى قليله. وده المفروض عشان كده لما الكواليتي بتاع البنزين سواء البنزين 80 و90 و92 و95 و97 او 100 بتاع الطيارات الكواليتي بتبقى مختلفه. يعني تيجي تبص على الكلر مثلا بتاع البنزين 95 لون تلاقيه شفاف تقريبا وبيض تلفات. لا شوف بقى لما تيجي تناول من شطار ربنا كده في الخمسه هو الوريد اللون وامشي مش لازم تبقى بس اللون بس. روح بقى شوف ال 80 او ال 90 او ال 92 كمان لازم لون اخضر كده. لا مش اخضر كده بس يعني هتلاقي في اختلاف واضح. واخد بالك؟ طب الجهاز ده بيشتغل ازاي بقى؟ بص كده دي بوتقه في راس الفنجان، بنحط هنا في الفنجان ده رمل. وهنا بنحط الاويل او الوقود اللي عايزين نعرف لما يتحرق يسيب كربون ريزيديو. نحط الاثنين جوا بعض. نسخن الرمل، الرمل بيختزل وبيحتفظ بدرجه الحراره فتره طويله. لما بنسخن ما بنسخنش دايركت مره واحده، يعني بنسخن سلولي بالتدريج. يعني عشان السائل ده اضمن انه يطلع بخار فما بديش الحراره وان شوت او ده لا اسخن بدايه كده 20 30 يعني اطلع كده ايه 10 ديجريز ولا كل شويه ما اسخنش وان شوت تسخين مره واحده لان انا عايز الليكويد هنا يطلع بخار خلاص فبعلي درجه الحراره سنه سنه. ايه اللي هيحصل بقى؟ طبعا دي متخنه عشان بقفل هنا مش في بخار بيطلع بجرب فلين او لهب من البخار ده فالمفروض البخار ده هيشتغل على الطاقة بتاع الشمية او فوق المتخانة. طيب انت عايز تعرف ان الوقود اتحرق وما تبقاش حاجة منه هنا. هتقول يا دكتور هعرف منين؟ مش كل شوية تفتح وتبص ولا البخار بيطلع في اشتعال. يبقى لما تقرب فلين او لهب وما تلاقيش اشتعال هنا معناه ان الوقود كله يا شباب خلص خلاص. تقوم سيادتك شايل الشمية والمدخنة دي وواخد الكراسول او الفنجان اللي جوه ده. انت عارف وزنه؟
اصله هو ايه دلوقتي، وهو جواه ايه لسه بعد الحرق، وهو جواه ايه اللي متبقي جواه؟ الكربون ريزيديو. تطرح الاثنين من بعض تطلع مين؟ الكربون ريزيديو والكربون المتبقي بعد الحرق. المفروض المفروض ان 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 الوقود الكويس او الجود لوبريكانت المفروض يسيب كربون ريزيديو قليل ولا كتير؟ قليل. عشان كده بيقول لك a good lubricant should be positive. ها the least amount of ايه؟ كوبر. ده اسمه يا شباب كونراتسون. تعالى بعد كده صفحه رقم 131 ايه الجهاز ده؟ يعني 132 برضه مش هناخدها. علم تحت خالص على الكالوريمتري. كالوري 132 تحت. كالوريمتري. وقفت جنبها احنا بنعين حاجه اسمها، خد الكتاب بتاعك بقى قالك تكتب حاجه اسمها كده كالوريفيك فاليو. كالوريفيك فاليو القيمه الحراريه. تكتب الديفينيشن بتاعها هي كميه الحراره الناتجه من احتراق 1 جرام من الوقود. كالوريفيك هي كميه الحراره الناتجه من احتراق 1 جرام من كميه الحراره. اكتب هي كميه الحراره الناتجه من احتراق 1 جرام من الوقود. ايه فكره عمل الكالوريفيك فاليو؟ طبعا الجهاز اللي بنستخدمه اسمه الضغط الكالوريميتر. تلاقي رسمته سمعنا عنه في الثيرموداينامكس صفحه رقم 134 كاتب لك تحت البامب الكالوريميتر. مفهوم. طيب ايه الفكره من الجهاز ده؟ ان انا عايز عينه من الوقود اعمل لها عمليه حرق واعرف الانرجي اللي طالعه من الحرق ده مقدارها قد ايه. طب الجهاز بيشتغل ازاي عشان اعرف كميه الانرجي او الطاقه اللي طالعه دي؟ ادي الجهاز اهو عظيم. برضه جهاز جديد اهو معانا اللي هو بص كده. بص معايا هنا في الجهاز ده هنا شايفين الستاند او الحامل ده؟ تخيل ان في هنا كارت او فنجان حاطط جواها جرام من الوقود اللي عايز اعرف او الماده اللي عايز اعرف لما احرقها تطلع انرجي قد ايه. خلاص يبقى هنا في فنجان والفنجان جواه ايه؟ وقود. الوقود. تخيل كمان ان الستم او الجزء اللي نازل ده متوصل بالتو تيرمينالز دول وموصله برونكور فايل او ملف برونكور، ده بيولد هاي فولتج، فولت عالي يعمل لي سبارك او الشراره اللي هنا. خلاص يبقى هنا في ايه برضه؟ ها؟ في سبارك او شراره، وهنا قلنا في ايه؟ فنجان. تخيل كمان ان الاطراف اللي هنا دي بدخل منها اكسجين. هنا مفيش تخيل بقى، دي انا قفلتها قدامك اهو. المفروض ايه اللي جوه هنا؟ اكسجين وقود جوه الكب وسبارك. متخيل ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ هيحصل اشتعال او انفجار، صح؟ كلمه انفجار دي كويس، عشان كده الماتيريال خاصه بالاسطوانه دي تقيله والسنون بتاعتها الالواز اللي بقى في الكتير عشان يتحمل الانفجار ده. امسك كده قول لزمايلك بسرعه شوفوا خفيف ولا تقيل. لا ما تديهولهمش يعني، انت قول لهم تقيل ولا تقيل ليه؟ عشان يتحمل ايه يا شباب؟ الانفجار. طب لما الماده تحترق او تنفجر جوه ايه اللي هيطلع؟ مش هيطلع انرجي، هيطلع طاقه. الاسطوانه دي هتسخن ولا هتبرد؟ هتسخن. شوفها كده قول لهم سخنه ولا بارده؟ ايوه برافو عليك. ليه سخنه؟ جدع. ليه سخنه يا شباب؟ عشان الماده ايه اللي حصل لها؟ حرقت جوه فطلعت هيت. ايه اللي بيحصل بقى؟ ان انا باخد الاسطوانه السخنه دي، شايفين الاسطوانه دي اهي فضل خلاص؟ هات الغسيل دي. فقرة الساحل. نحط جوه تلج بقى. هنحط جوه الاسطوانه، نحط عليها دي اسمها اسطوانه المساعد. اسطوانه المساعد البامب نفسها. هنحطها جوه هنا. وهنا في ميه. ايه اللي يحصل الميه؟ تسخن. تسخن. في ترمومتر موجود جوه الميه. ترمومتر فاين دقيق جدا يسرق السلايت انكريز في التمبريتشر. مش بالدرجه، لا بالبوينت 1 من الـ من الديجري. واخد بالك؟ طيب طبعا الجهاز ده مقفول من فوق كده. وممكن اسالك اقول لك ليه السطح اللي هنا زي ما انتم شايفين لامع كده ليه؟ ليه بيلمع؟ عشان لو حراره حابه تدخل من بره السطح يعمل ايه يا شباب؟ ريفليكشن يعكسها. طب ايه القانون بقى اللي بعوض فيه هنا؟ اكتب بقى كده القيمه الحراريه تساوي اكتب القيمه الحراريه
القيمة الحرارية تساوي شد خط طويل كده هنكتب قانون اكتب فوق في البسط فرق درجات الحرارة فرق درجات الحرارة تفتح قوس كده فرق درجات الحرارة تفتح قوس قوس كبير كده اكتب جوه القوس بقى وزن المساعد وزن المساعد اللي هو ده دي اسمها صمت المساعد وزن المساعد في حرارته النوعية مضروب في حرارته النوعية زائد وزن المية زائد وزن المية مضروب في حرارتها النوعية برضو وزن الماء مضروب في حرارته النوعية كل ده جوه قوس زائد وزن الماء مضروب في حرارته النوعية اقفل البراكت كده واقسم كل الكلام ده على وزن العينة اللي انت هتحرقها لما تركز هنا في القانون ده هتلاقي كل اللي عندك انت تقدر تجيب كونستنت وفي حاجات عندك الحاجه الوحيده المتغيره مين يا شباب هي فرق درجات الحراره اللي انت بتجيبها منين ها من الترمومتر اللي موجود في الميه فمعناه ان كل ما الماده الاحتراق بتاعها ادي انرجي اعلى معناها حراره الترمومتر مالها يا شباب تعالى يحصل لها انكريز اهو فاهمين حاجه فاهمين فهمتوا الاجهزه لحد ما مش صعبه اهي الدنيا سهله اهي لأن مكونات المفروض اللي عندك فرق مش اسمها اللي فرق ايه؟ انا جاي بتكلم بقول لك على الكواليتي بتاع الاويل اللي عندك او البنزين اللي عندك على الكواليتي بتاعتك في كواليتي على ما تشوف الاوكتين نمبر حسب البرانش بتاعه بتزيد على اي جروب اللي بيتحرق بيبقى كميه اقل كل ما بتزيد فاكولتي بيبقى افضل وبالتالي بيتبقى في الاخر ايه؟ هو بس عندي الفرق زي ما في فيه بطاطس وزيت مثلا مش الزيت كل شويه بيتمد وهو لو ناصح وذاتي المفروض يشيل عارف ليه ان الطبقه اللي موجوده دي غير انها طبقه مضره وكل شويه كربون بيطلع لك انت يعني كل قرص طعميه بتاكله شوف في شويه كربون قد ايه ده عامل طبقه العسل الحراري اللي هو عمال بيسخن الحاله بتاع الطعميه خلاص فوقيها في جزء كربون لازق على الحاله ده عامل عسل حراري فبالتالي هو بيعمل نص كده للهيت اللي طالعه فبيضطر يسخن اكتر عشان الجزء اللي عامله عايز كده الحراره يعني هو لو ذكي لازم يشيل حله وينظفها ويشيل الكارب الزيت اللي لازم. ده مثل في اكله. ما بالك بقى الحاجات بتاعت المواتير والعربيات وكده. طيب خلصنا من الاجهزه الالكترونيه يا شباب؟ مفيش اسئله؟ طيب نيجي بقى للجزء الثاني من السكشن ده اللي هو ايه؟ في النظري بقى. نظري المحاضره. انا عايز بقى تبقى لما احنا قلنا كلام ده في المحاضره فما كنتش اعيد وازيد فيه كتير. لكن في المحاضره لما جينا اشتغلنا قلنا في حاجة اسمها ازيوتروبيك ميكشر ها الناس تنحى ايه الازيوتروبيك ميكشر اللي عنده اثنين سائل بس بيتعب الناس عندها صوت وطول عشان اعرف ان انتوا عارفين فجينا لما جه رسمنا رسمتين دول ها حد يقول لي الكيرف ده خاص بمين؟ H2O ميه ايه يا شباب؟ ايوه برافو ميه ونايت صح كده؟ خلاص كنا بنقول عند النقطه دي ما اقدرش اعمل ايه يا شباب فصل سيبريشن او فصل ال 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 التو ليكويدز عن بعض طب حد فاكر النسبه كانت هنا كام 38% نايت طب الكيرف الثاني فاكرينه كان عامل ازاي ها نازل لتحت كده كان ميه وايه ده يا شباب كان ميه والكول كان النسبه كام هنا 96% قلنا النقطه دي او النقطه دي اسمها ازيوتروبيك ميكس يعني ايه ازيوتروبيك ميكشر؟ يعني كلمة ميكشر يعني متكون من أكتر من حاجة. طب إزاي بيتكون من أكتر من حاجة ومش قادر أفصلهم؟ ها؟ لأن قلنا هنا وهنا بيهيف أز إيه يا شباب؟ فاكرين الكلمة؟ الميكشر هنا وهنا اللي بيتصرفوا كأنه بيهيف أز إيه أز ها؟ أيوه وان ليكويد. وفاكرين دي ريزيديو ولا ديستريت؟ ها؟ يعني إيه ريزيديو؟ يعني مادة لما بتسخنها بتتبقى، طب اللي بيتبقى بيبقى غليانه عالي ولا قليل؟ عالي اللي بيطير غليانه قليل بيتبخر اسمه ديستلت مذاكره زفت المفروض الناس تبتدي تذاكر الكلام ده اللي بيسخن خدناه في المحاضره يا حبيبي
بيسخن لما انت بتسخن الغليانه عالي يترص منطقي كده. لو انت جيت سخنت عندك تو ليكودز، واحد بيغلي عند 100 والتاني بيغلي عند 20، لما بسخن مين اللي يطير ومين يستنى؟ بيغلي عند 20 هيطلع، بيغلي عند 100 هيستنى. ما هو مش واخد بالك ان ده بويلنج، ده خط غليان حراره، فاللي حرارته عاليه او غليانه عالي يستنى ولا يتبخر؟ هيستنى. يبقى لما اسالك اقول لك ايه؟ تقول لي الريزن. دي اقل واحده في درجه الغليان يبقى اسمها ايه؟ دستلت. طيب اخدنا ايه تاني في الشابتر ده؟ اخدنا لما ندوب ملح في ميه، صح؟ ايه اللي يحصل لما ندوب ملح في ميه؟ بيطلع سوليوشن، ضغط المحلول بيقل، غليانه يزيد، التجمد الفريزنج يقل، صح كده يا شباب؟ واخدنا حاجه هنا اسمها اوسموزس. فاكرين يعني ايه اوسموزس؟ انا لو عندي كونتينر فيه ميه وملح، كونتينر تاني في ميه وملح، وعندي محلول مخفف، كل ده في شابتر 6 شابتر سوليوشن، محلول مخفف ومحلول مركز، الميه تمشي من فين لفين؟ من المخفف للمركز. يبقى الاوسموزس لازم تقول كده is the passage of the solvent molecules from low concentration to a high concentration لغايه ما يحصل ايكواليتي في التركيز. طيب اخدنا حاجه اسمها فانت هوف فاكتور. ايه فانت هوف ده؟ اللي هو الاي، ها؟ فانت هوف ايه هو؟ ابيض في كل حاجه؟ ما تقعدوش تشتغلوا لي كل واحد منشار احمر منشار احمر، لا شرح، لا دكتور عمرو بعد كده جه قال. يلا لما اقول قالوا يبقى قالوا يلا، بعدين. طب ركزوا، لو انا عندي ان اي سي ال وعندي ها؟ كمان هو حتى مكان الشرح اهو عنوان كده اكتب فانت هاف فاكتور. فانت هاف فاكتور. خلاص؟ لو انا عندي ان اي سي ال ها؟ وعندي الومنيوم كلورايد. ايه الفرق ما بين الاثنين دول يا شباب؟ ها؟ ان ال NaCl ده لما يجي يتفك، خد بالك بقى، زمان كان الناس تقول لك ده زي ده، لغايه ما جه عالم اسمه فانت هوف قال لك لا دول مش زي بعض. يعني لو انا اخدت 1 جرام من ده و1 جرام من ده، على اللي انت عارفه تقول يا دكتور التركيزات واحده، جرام في اللتر، فالتركيز بتاع ده قد ده، فانت هوف قال لك لا الكونسنتريشن واحد، بس البيهيفير مختلف. تقول ازاي ايه البيهيفير مختلف؟ يعني لو جبت 1 جرام من ده و1 جرام من ده التركيز واحد. لا التركيز مختلف بقى في ايه؟ ان ال NaCl ده لما يدوب في الميه بيتفك ل 2 يونتس. يونت اسمها صوديوم ويونت اسمها ايه؟ Cl. الالومنيوم كلورايد لما يجي يتفك هيتفك ليونت اسمها الومنيوم و3 يونتس من الكلورايد. لما اجي بعد ماليش دعوه بالتشارج، انا بعد اليونتس، يعني واحده الومنيوم و3 كلورايد، واحده صوديوم و1 كلورايد. فانت هوف عدد الوحدات الفعاله الافكتيف يونتس. هنا كام وحده شغاله عندي؟ امتى؟ يبقى الله هنا الاثنين. امال الالومنيوم كلورايد كام وحده شغاله عندي؟ يبقى الله هنا ب4. قلت له يا دكتور طب وايه يعني؟ ايه اللي يحصل؟ لما ده يبقى باثنين ده يبقى بالظبط. عشان اقربها لك، كل ما الافكتيف يونتس بتزيد كان البيهيفير بتاع المحلول ده او كانك مزود من التركيز بتاعه، كان الافكتيف يونتس دي كانك الكونسنتريشن بتاعه بيزيد. قلت لي برضه مش فاهم، عشان انا فاهمها لك، عشان قلنا لما بندوب ملح في ميه ايه اللي بيحصل؟ الضغط اللي طالع من السوليوشن بيقل ولا بيزيد؟ لما ادوب ملح في ميه الضغط اللي طالع من المحلول، هو الضغط يعني ايه؟ يعني الميه اللي طالعه من المحلول البخار، هو الملح بيتبخر؟ مش ملح ده في ميه؟ لا هيتبخر الميه. طب انت لما تحط الملح في ميه، هو الملح ده بيعمل اتراكت الميه ناحيته علشان تدوبه، فالميه اللي متبقيه عشان تتبخر هتقل. تفتكر الميه اللي طالعه هتتبخر تبقى اقل فين اكتر؟ في الاي بتاعته ب2 ولا الاي ب4؟ كل ما الافكتيف يونتس تزيد
هتجيب الميه ناحيته اكتر. يبقى الميه الافيرابل عشان تحصل لها ايفابوريشن وتعمل ضغط بتقل. فده لو جيت رسمت لك كده زي ما قلنا في المحاضره، قلت لو انا عندي كونتينر كده وكونتينر كده، هنا في NaCl وهنا في الومنيوم كلورايد. جيت سالتك قلت لك تركيز واحد اهو 1 مولر وهنا 1 مولر تركيز واحد. قلت لك مين في دول يتبخر اسرع؟ يتبخر اسرع يخلص بسرعه، تبخر الميه فيه كتير. ان ايه سيل ولا الامين كلورايد؟ فكر فيها ازاي؟ الامين كلورايد هيتبخر بسرعه، يبقى ملح كتير هيشد الميه تبقى اتراكتد ليه اكتر، كميه الميه اللي باقيه عشان تتبخر اقل، يبقى تبخر الميه هنا ها اقل من هنا، يبقى الميه هنا الايفابوريشن بتاعها اقل. طب مين الغليان بتاعه اعلى؟ ها بالك اعلى. قلنا زمان ان الماده اللي بتطلع بخار كتير فيبر بريشر كتير كان هيبقى قليل، لان يعني ايه بويلنج؟ ان البخار اللي طالع ايكوال اللي فوق. طب اذا كان اللي فوق كتير يبقى مش محتاج اسخن، هو كده كده البخار اللي طالع ده عالي فهسخن قليل عشان يحصل ايكواليتي. لكن لو الماده دي بتطلع فيبر بريشر قليل محتاج اسخن وازق كتير عشان يحصل ايكواليتي بين التو بريشرز. فاهمين حاجه يا شباب؟ ده مثلا اللي ممكن يسالك عليه شابتر السولوشن. طيب شابتر الالكتروكيمستري، ها احنا اخذنا في الالكتروكيمستري مع بعض، مش اخذنا في انود وفي كاثود واخذنا في اوكسيديشن وفي ريدكشن؟ يعني ايه اوكسيديشن؟ اكسده. طب واكسده يعني ايه؟ اوكسيديشن صح كده؟ معلومات مهمه برضه. اوكسيديشن از ذا لوس اوف الكترون، ريدكشن از ذا جين اوف الكترون. عملية الاكسديشن نلاقي الكتروناتي بعد السهم. ريدكشن نلاقي الكتروناتي قبل السهم. خلاص؟ يعني لو انا عندي كده زد ان يديني زد ان بلس 2 زائد 2 الكترونز، دي بسميها اوكسديشن. ليه؟ لان الالكترون ظهرت فين يا شباب؟ امتى؟ بعد السهم، فبسمي دي معادلة الايه؟ الاكسديشن. طب الريدكشن؟ انا بعدي معاك كده يعني بعرفك ايه المفروض كام نقطه في المحاضره، انا بعدي معاك بسرعه كده عشان اعرفك ايه الحاجات اللي تركز عليها. كل كام انت واخدين المفروض لما اسالك ترد. يبقى اوكسيديشن ريدكشن لما اوصل الاثنين دول ببعض الاكسترنال واير بواير خارجي يعدي تيار كهرباء، ويبقى ده انود وده ايه؟ كاثود صح كده؟ وبرده في المحاضره قلنا طب احنا ينفع نجيب كاب نوصله بكاب ونحط ده في كبر صلفيت وده برضه في كبر صلفيت ونوصل كده في فولتميت هنا السولت بريدج، ينفع نعمل سل بالطريقه دي ويعدي تيار كهربي؟ ها؟ ينفع في حاله واحده بس، لان هنا التو ميتال زي بعض، ينفع في حاله واحده اللي هي ايه يا شباب؟ لو الكونسنتريشن هنا دايليوتد مثلا تركيز المحلول ده وهنا كونسنتريشن. طالما التركيز مختلف يعدي تيار كهربي، ودي بسميها ايه؟ كونسنتريشن سيلز، يعني خلايا التركيز. كونسنتريشن سيلز خلايا، يعني ايه خلايا التركيز؟ يعني حصل تيار كهربي مش لوجود اختلاف في طبيعه المتر، لا ده التو متر زي بعض بس حصل مرور التيار الكهربي عشان اختلاف التركيز. خد بالك بقى دايما التركيز القليل هو اللي بيحصل عنده اوكسيديشن، ودايما بيبقى هو الانود يا شباب. دايما التركيز القليل بيحصل عنده اوكسيديشن ودايما هو بيبقى الانود. سمعنا عن كلمه كوروجن قبل كده؟ كوروجن يعني ايه كوروجن؟ تآكل، يعني صدأ الحديد صوره من صور التآكل. جبت حته حديد يعني اللي موجود هنا ده ليه؟ ليه ده؟ ليه الجهاز عامل كده؟ طبعا ده جهاز جديد عاملينه كاموفلاج، بس لو فرض ان جهاز صد بالمنظر ده، ده يبقى نتيجه لايه بقى؟ ده الكوروجن، ده التآكل. ان المتر عندك حصل له الصدى ده، يعني تحول من البيور لفورم ثانيه. ده مش متر بيور. يعني الصدى ده مش بيور متر. هو اتحول لفورم ثانيه، اوكسايد هيدروكسايد، يعني متر اوكسايد، متر هيدروكسايد. يدي لك طبقه الصدى او الراس ده صوره من صور التآكل. يعني لو المتر ده يعني الجهاز ده مثلا نقول بقى له 50 سنه، لو قعد 400 سنه كمان هتلاقي حجمه قل شويه، واخد بالك؟
لانه الكوروجن بيتم على سكيل كبير، يعني مش انت اللي هتشوف الكوروجن ان شاء الله الاجيال اللي جايه اذا كان في عمر، يعني كان في عمر وبقى في اجيال جايه عشان الاحداث اللي بتحصل في مصر دي التطاحن ده. نفس الجهاز ازاي؟ نفس الجهاز موجود ساعات ده 400 سنة ولا 400 سنة يعني الجهاز ده. لا ما هو التآكل بيتم على، يعني خد بالك بحاجة مهمة، كلمة كوروجن مش معناها ان انا بقول لك الميتال يتاكل بكرة. في مباني في كباري معمولة من الميتال عمرها الافتراضي انها تقعد 100 years. في امريكا اعتقد في شيكاغو اقدم مبنى في العالم معمول من الميتال، شيكاغو ده معمول من الميتال، معمول من المعدن، عايش بقى اكتر من 200-300 سنة. حاجه يعني لما تيجي حاجه كده، يعني لما تيجي تشوف الفيديو بتاعه وهو متصور ابيض واسود اللي هي الصور السريعه دي بتاعت زمان وهو بيطلع الميتال جوينش وبيربطه مع بعض والكلام ده، عايش هو بقى له اكتر من 300 سنه. يعني ده ميتال. انا بحاول بقى اعمل ايه هنا؟ ادرس الكروجر ليه؟ عشان اقلل معدل التآكل، بدل ما يتاكل في 300 سنه ليقعد 600 سنه 700 سنه. ربنا يدينا العمر ويبقى اكتر من كده، واخد بالك؟ ف يعني معظم المباني زي برج خليفة، بتروناس، ماليزيا، معظم الأبراج دي الميتال داخل بنسبة كبيرة جدا في الصناعة فيها. ميتال معدن تبقى أقطار بيسموه كامر كده وزوايا أقطار تقعد تتركب وتتربط مع بعضها عشان يقدر يعمل الارتفاعات العالية دي. برج خليفة أكتر من 800 متر حاجة، يعني إيه؟ 8500 كم؟ تهزر الله. إيه؟ اما انا بقول اكثر من 800 متر، يعني متخيل كان انت في كيلو كده بدل ما تمشي كده ماشي راسك حاجه، يعني لما تيجي تفكر فيها حاجه خياليه، حاجه خياليه. انت مجرد انت تبقى فوق كده مع الرياح مع الهواء مع الضغط، صعب الكلام ده. تخش في مشاكل ثانيه بقى، ازاي تعمل تكييف للمكان ده كله؟ كل ما بتعلى كل ما بتعلى الاكسجين بيقل، كل ما بتعلى فوق معدل الرياح بيزيد. ما ينفعش افتح شباك زي ده. عارفين فاكرين فيلم توم كروز الاخير لما راح اتصور في دبي؟ فاكرينه لما الشباك مش عارف اللاتكس اللابل كان بيلزق ده. فلما تيجي تفكر ان انت تطلع فوق وتفتح، لو رحت لراجل معادي وطلعت فوق كده، الراجل معادي اللي في مصر اللي هي بيلعب في ال 30 دور والحاجات اللي ايه مش 300 دور، يعني هتخاف لما تطلع تقف فوق برضه، تخاف تفتح الشباك وتبص، يعني فممكن تقع. محدش فيكم راح الحاجات دي قبل كده؟ اطلع برج القاهره. اطلع جوه مصر. اطلع جوه مصر. ساكن في المعادي؟ جرب اطلع السطح كده، واخد بالك؟ يعني عدى على الراجل جدا، بصه بس هو اسانسير نفسه يخض كده، عارف؟ سريع، يعني حاجه. المهم يعني اللي اقصده ايه؟ الميتالز داخله في حياتنا بصوره كبيره جدا، اللي بندرسه مع بعض في البروجكت، يعني بنحاول نقلل معدل التآكل الخاص بالمعدن عشان يعيش عمر افتراضي اكتر، واخد بالك؟ فبندرس بيحصل كوروجن. طب كوروجن بيحصل ليه؟ طب نقلله ازاي؟ احد الحاجات اللي ممكن اسالك فيها مثلا الاكزامبل الشهير بتاعتي، لو انا عندي كونتينر كده وهنا في ميه وفي هنا كده رد من الميتال او المعدن، رد وحطيتها في الميه، ايه اللي بيحصل؟ يعني هيحصل كوروجن اكيد، تاكل. فلو سبت حته حديد في الهواء كده مع رطوبه مع بخار الميه هتصدي. انا اسالك اقول لك بقى، تفتكر تاكل يحصل فين؟ الرد اللي فوق الهواء ولا اللي تحت الميه؟ اللي في تحت الميه. اللي في تحت الميه. لا فكر فيها ازاي؟ تركيز الاكسجين فين قليل؟ الميه. في الهواء ولا في الميه؟ الميه. الاكسجين في الهواء ولا في الميه؟ بتفكروا في ايه؟ يعني احنا ينفع نتنفس تحت الميه؟ ممكن يعني بنتخنق فوق بقى، الاكسجين فوق قليل فلازم نغطس الميه عشان ناخد نفس من فوق نطلع تاني؟ اكيد لا، يعني خد بالك بلاش كياشين. اشيل اكيد يا شباب تركيز الاكسجين في الميه يبقى اقل طبعا. في اكسجين دايب ديزولفد في الميه. فانا قلت لك اللي تركيزه قليل دايما بيشتغل ايه؟ اللي التركيز قليل دايما بيشتغل ايه؟ انود، ان هو اللي بيتاكل. يبقى اكتب هنا عندك لو كونسنتريشن، واكتب هنا مقارنه بيه هاي كونسنتريشن. التركيز القليل يشتغل ايه يا شباب؟
انت انود والتركيز الكبير يشتغل ايه؟ كاسر. يبقى مين اللي هيتاكل؟ انا. ايوه الجزء اللي تحت الميه ولا اللي فوق الميه؟ طب لو جبت لك المنظر ده كده، قلت لك عندي رب من الميتال اهي، جيت دفنت جزء منها في الرمل، قلت لك انهي اللي يتاكل اسرع؟ اللي تحت الرمل ولا اللي فوق الرمل؟ اللي فوق تحت الرمل. ها؟ تحت الرمل. فوق ليه اللي فوق الرمل؟ هي هي. طب ما تفكروا فيها يعني 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 ده هو ده الفرق. يعني هنا ميه هنا رمل. فنفس الميكانيزم، هو الهواء او الاكسجين جوه الرمل زي بره الرمل؟ لا. انتوا بتردوا ليه بخوف؟ يعني تحس الناس يعني ايه مش فاهمه. يعني هل الهواء والاكسجين تخلله كده ودخوله جوه الرمل زي بره؟ اكيد جوه يا قلب. طب يعني الناس بتفكر في ايه بقى؟ يبقى التركيز القليل فين؟ اللي تحت الرمل ولا اللي فوق الرمل؟ تحت الرمل. اللي تحت الرمل. وانا قلت لك التركيز القليل بيشتغل ايه؟ انود. يبقى مين اللي هيتاكل؟ تحت الرمل. اللي تحت الرمل. ايه المشكله؟ انت النحيم تناحى. ايه ده؟ تنحيم تناحى. مش عارف هل احنا كنا كده؟ ولا احنا على طول كده ولا ايه؟ مش عارف. انا بتهيألي انا فاهم الشعب المصري على طول كده صح؟ ازاي يعني فينا التناحى دي؟ تنح. ها؟ حسد. حسد ايه؟ حسد ايه؟ حسد ايه؟ ده احنا مفيش حد، مفيش حاجه فينا بيحسدونا على ايه؟ صحاب زي الفل الحمد لله. احتياط النقدي مظبوط. لا برضه نفسهم. الناس لاقيه شغل. السولار موجود. بنزين موجود. صح كده؟ ايه تاني؟ والعيش موجود. مفيش زباله. في البلد الدنيا بقت نظيفه، الشغل كمان المرور كويس، الشغل موجود. يعني لو ده متعاقدين معاه من هو طالب دلوقتي انا حاسين كاس افريقيا للشباب. احنا حالنا يرثى ده للشباب، حالنا يرثى ده. والواحد لا بص دايما الواحد بيقول ايه؟ يعني انتوا كلكم كده شباب كويس وزي الفل ومبتسم، بس لازم تفكر لقدام. هي نفس الناس تعمل كده والله. لا 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 ما نكتئبش ولا حاجه. الناس تعمل ايه؟ انتوا بالظبط كده لو بتشوفوا حلقات محمد حسين هيكل كاتب راحه يعني، اما تسمعوا. والراجل ده على فكره